بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الصباح المبارك، صباح يوم السبت الخامس من شهر جماد السادس من شهر جماد الأول لعام 1434 هجرية، الموافق اليوم الثامن من شهر مارس 2014، نستقبل الوفد الزائر من أشقين المملكة العربية السعودية وتلفزيون المجد أيضا من المملكة العربية السعودية، زيارة أخوية ودية لمنطقة لجمهورية أرض الصومال حتى يتعرفوا مع إخوانهم المسلمين الموجودين في هذا البلد المبارك، وأيضا حتى نتعاون في مجالات اقتصادية إن شاء الله تعالى، مجالات اقتصادية ومجالات في مجال التربية، وكذلك أن يكونوا على كثب أو يتقربون مع إخوانهم الموجودين في هذا البلد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل زيارتهم زيارة موفقة، ونحن في استعداد تام حتى تكون زيارتهم زيارة تشمل كل مناحي الحياة في هذا البلد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ولكم الشكر. ولا ليال أساك أو سبتيا وحاقل كان ينكسو دوينينا ولا لهن وفتي آدقي وبضن ويسوك شهر قنع ستو يا علماء الدين يو مملكة تيفي تلك السعودية كسعودة مجد الله يلاحظو ورنتي ساك أو سبتيا نكسو بغي أما نكسو دوينينا مدارك هرقيسة عقال إيربورت ورنتي ay tahay safar kii labaad ee qaar ka mid ah ku soo noqdaan dalka ku arkaan iyagoo maanta talaabo labaad qaaday inay talaabada labaad noqoto talaabo runtii ay ku soo kaxaysteen ee qaar ka mid ah telefishinada dalkooda ka shaqeeya gaar ahaan telefishinka mid la yiraahdo si ay ugu hurgalaan nolosha ee dhinaca maartay bulsho dhinaca ganacsi dhinaca nabadgelyo ay ugu noqdaan dad u gudbiya walaalaha muslimiinta caalamka jooga hadii la yiraahdo زيارة سبحان رجينا إن نقطو زيارات أما بقشوق إن كوب ستة وحيلا في رمضان إن وحيلا هباهي هدول كنا كتيرة دينا عم حان كل هذا وحبر شذا دينا هدول هرمت كلا إنه كتيرنو يقولون تي وحيلا أقول ميم سنة عصدين أركان كم تهاي أما كأنا كسر عليا هدول كنا نبتجلي دكوا أركان يو نبتجلي دكتشر تودن كأنا قيمة ولا هاي وحيلا سبحان تعالى قبرنا كل كودا يو سعدال كودا سنقول بد إلهي سبحانه وتعالى وكلكم نسيه خير يا بركة إنكم أن نقولنا قاربات مرتسوريو يسود وينتو ده سيدا جو خير كبدان يقول أحسن تين لقى برتاي أي نكون هين دد ما رتدك محو هاي كي مدل كلا مسلمين تا سود ويا إن شاء الله نقولنا أي واحد بدن أي نكل فائدنا إن شاء الله حرشين إن وفتي قاسون أي وفتي مر لباس قن نقضي رنتي رجوم بس بدلي رج لا صعدا markay arkeen nabadgelyada ka jirta dalkeena iyo fursadaha shaqo gaar ahaan fursadaha dhaqaale ee jira ay maanta waftiga qiimaha badan u socdaan oo inagu soo booqday Ilaahay wax ka baraynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inagu soo asturo wal mahsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat fa qad sa'adna fi hadha as-sabah al-mubarak wa lillahi alhamd bil qudum min ard al-haramayn ard makkah al-mukarramah wal madinah al-munawwarah من المملكة العربية السعودية، فنحن سعداء بهذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثمر عطاء فأرض الصومال أرض النماء وأرض العطاء، وأرض المملكة العربية السعودية هي مستورد رئيسي للماشية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء المبارك وهذه الزيارة الميمونة تثمر عن استثمارات إن شاء الله
فاعلة وتساعد هذه البلاد التي نرى لها حق علينا بالدعم والمساندة في الجانب الاستثماري. ونحن نشكر حقيقة الدكتور علي اليحيى حيث هو كان واسطة في الدعوة بهذه الزيارة التي نرجو أن تكون إن شاء الله مثمرة وإن شاء الله لها آثار طيبة على كلا الطرفين، مع وافر الشكر لحسن الاستقبال وجميل الضيافة من معالي الوزير الخليل. ونشكر الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم الباكر هبطنا إلى أرض الصومال، أرض البركة والخير، لنسعد بلقاء إخواننا من المسلمين في هذه البلاد. وكعادة بلادنا المملكة العربية السعودية أنها دائما وأبدا تسعد بإخوانها وتطلع على أحوالهم، ومحاولة امتداد جسور التجارة بيننا وبينهم، نسأل الله الإعانة والتسديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساكا وفدقا علوس كتمي بلاد الحرمين الشريفين، ومرتي قليي وزير كدينتي أوقافته يا حكومة سومالي لان لما انتهت وصعدة إن أي ودنك مال قشادان أي يغوته قناة كوذي أما تلفشن كوذي المجد الأورانشري يغو دوني إن ودنك أمني قيسة استقرار كيسة أي هورانا واركين هدنا دوني إن قدبيان رسالة أو دكتك عالم إسلام كله قدبين يوقع إن ودنك أمني هاي أو استقراري هاي او مارتي وكدوين يهي جيسك افريكا ميلا بضان او مشاكل كتشرو سلا دراجد وحن آذقو مهنقنا حكومة سومالي لان عموما يا وزير كمارتي دينتي وقفت الشيخ خليل او آذي آذو سودوية هوشان آذي آذو قلي ولا جدنا ساسي اللي اقبان مارتي او مهنقنا زيارة ذو متكرر كا وحن رجعنا ان شاء الله تعالى ان يودن كرام مال قشادان رسالة ذا ايدوني يقود بياني ودن كأمنيقي سي استقرار كي سيو حكومة دي سيو ان لما القشان كرو لقود يرهدو أي أفكرت أسنى قالوا يجا تتكي مادين يدرس كمسلمين تعامك، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.